حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. في محاورنا لهذه الليلة، حميميم تتحول إلى شوكة روسية في خاصرة الناتو، ونيران تهز محيط التنف، وأخيرا رسائل سعودية للإيرانيين. في المحور الأول، يستثمرون في كل شيء، يلعبون في المساحات الضيقة إن لزم الأمر، نفوذهم يتوسع، يفتح الروس بابا على الجبهة الجنوبية للناتو، يدعمونه أكثر بقذيفات نووية لمواجهة خصومهم في حلف شمال الأطلسي. يوافق الكرملين ويقول خططوا ونفذوا لمواجهة الخصوم. وهنا يقول موقع المونيتور إن موسكو نشرت قاذفات نووية في قاعدة حميميم وعززت ترسانتها العسكرية في القاعدة، محولة إياها إلى شوكة في خاصرة الناتو على المياه الدافئة. تتحول حميميم إذن إلى ما يريده الروس، ويبعثون ببريد جديد للناتو مفاده احسبوا حساب حميميم بعد اليوم يا دول الناتو. أما في المحور الثاني، ففي بقعة جغرافية يلتقي الروس والأمريكيون معا، يشهران سلاحهما ويطلقان النيران في الهواء في إطار تدريبات عسكرية يجريها كل طرف مع حلفائه. يقول موقع سويداء 24 إن الروس والنظام بدأوا تدريبات عسكرية واسعة على أبواب قاعدة التنف بمشاركة طائرات حربية روسية. التدريبات التي تأتي بعد ساعات من مغادرات طائرات F-16 الأمريكية التي اختتمت مناورات في المنطقة ذاتها، رسائل المناورات والنار وما المراد منها؟ في محورنا الأخير، يلقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة يوجه سهام المملكة لإيران فيها، ويقول إن بلاده قلقة من سلوك طهران السلبي وعدم التزامها بالتفاهمات النووية. يضيف الملك السعودي ويقول إيران دولة جارة ونريد أن تغير سلوكها ليس إلا، فكيف تستقبل طهران كلام المملكة؟ أهلا من جديد. قالت صحيفة المونيتور الأمريكية إن روسيا تسعى لأن تصبح سوريا شوكة في خصرة حلف شمال الأطلسي من خلال خلق تهديدات بصورة غير منتظمة. المزيد في التقرير التالي. تزداد الأحداث سخونة في أبرد أيام السنة، توترات وأحداث عسكرية متسارعة وتصريحات رسمية روسية وأمريكية تشي بحرب باردة بين الطرفين. تفتح روسيا النار عسكريا وسياسيا وترفع مستوى التهديد إلى حد الاقتراب من معركة جديدة. تهدد الولايات المتحدة وتتوعد إلزموا حدودكم. وأمام تعقيدات المشهد، يقول موقع المونيتور إنه طوال عام 2021 حاول الكرملين إرغام الناتو على الدخول في مفاوضات جديدة، ليس فقط عبر التلويح بالقيام بعمليات عدائية تجاه أوكرانيا، بل أيضا عبر النشاط في اتجاهات ومسارات أخرى تتمثل بخلق تهديدات بصورة منتظمة من خلال سوريا الخاصرة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي. بدأ الأمر بتوسيع المدرج الغربي لقاعدة حميميم. نصبت روسيا 3 قذيفات نووية، كما نقلت أكثر من 20 طائرة ومروحية حربية من القاعدة إلى مطاري الحسكة ودير الزور العسكريين. تقول روسيا ليس الأمريكان وحدهم من يعرفون كيف يقومون بإعادة نشر مواقع القاذفات الاستراتيجية لديهم. ينطبق الأمر ذاته على طرطوس، حيث بنى الجيش الروسي مقرا لإصلاح السفن قبل مدة طويلة وزوده بمعدات روسية وبيلاروسية. ملفات الخلاف بين واشنطن وموسكو على كثرتها وامتدادها، إلا أن سوريا كانت محط اهتمام البلدين في الفترة الماضية، ففي فلكها يدور التوتر، وعلى أرضها
تحشد القوات ومنها تتصاعد حدة التصريحات. يحاول الكرملين أن يظهر بأن تجميعه للقوات في سوريا يمثل تحركا يتجاوز مجرد فكرة رفع العلم الروسي في المتوسط كما تقول المونيتور. حول هذا الموضوع معنا من عمان اللواء فايز أدواري المحلل العسكري، أهلا بك سعادة اللواء. سيادة اللواء، أيضا معي الكاتب والباحث المختص في الشأن الروسي سامر الياس. أبدأ مع اللواء فايز. لواء فايز، إذا معلومات تنشرها المونيتور حول أهمية قاعدة أحميميم العسكرية بالنسبة للروس وفي كونها رأس حربة في مواجهة روسيا للناتو، إلى أي درجة حسب المعلومات العسكرية وحسب العتاد العسكري المنشور في المونيتور يبدو ذلك فاعلا وحقيقيا؟ يعني بداية هذا يعيدنا إلى أيام الاتحاد السوفيتي عندما كان هناك 9 دول عربية تدور في فلك الاتحاد السوفيتي: سوريا، العراق، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، الصومال، السودان، مصر، ليبيا، الجزائر. هذه جميعها كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي. انهيار الاتحاد السوفيتي أفضى إلى خروج القوات الروسية، وعندما نقول الاتحاد السوفيتي نتحدث عن روسيا مع بعض الجمهوريات الأخرى، أدى إلى خروج القوات السوفيتية من 8 دول وبقي لهم حضور في فقط سوريا. هذا ما يسمى موطئ القدم في المياه الدافئة. فترة يلتسن كانت فترة اضطراب، جاء بوتين الفترة الأولى، ميدفيديف عاد بوتين في الفترة الثانية، فحاول أن يعيد أمجاد روسيا القيصرية وتحقيق أمنياتها بأن يكون لهم حضور في منطقة المياه الدافئة. موطئ القدم موجود في سوريا. جاءت الأحداث، الثورة السورية، جاء التدخل الروسي في عام 2015، الوجود الروسي موجود، روسيا موجودة في قاعدة الطرطوس البحرية، موجود الخبراء الروس إلى غير ذلك. لكن الآن أصبح تواجد عسكري روسي قتالي، جاء بحجة محاربة داعش. تقرير CIA 95% من الطلعات الجوية كانت ضد الجيش الحر وليس ضد داعش. الآن أشار التقرير إلى عمليات التطوير في القاعدة، زيادة المدرج الغربي 350 متر، إنشاء المدرج الشرقي، مناطق لسكن الجنود، مرابض الطائرات إلى غير ذلك. لكن الأخطر، هناك بعدين. البعد الأول يتمثل بأن سوريا أصبحت ميدان تدريب، وتم استخدام وتجريب أكثر من 350 سلاح روسي، وبالتالي وزير الدفاع الروسي كان يفاخر بأن هذه الأسلحة تم تطويرها وتم إعادة ضبطها وتم غير ذلك على أرض الواقع في سوريا. هذا جانب. سوريا ميدان اختبار لبيان نجاعة وقدرة الأسلحة. الأمر الآخر، قاعدة حميميم أصبحت قاعدة متوسطة. الآن عمليات تتبع، عمليات التتبع لحركة الطائرات، أولا هذه القاعدة أصبحت قدرتها على استيعاب الطائرات الكبيرة وطائرات الشحن وطائرات سو 57 إلى غيرها من الطائرات التي تحمل صواريخ فرد صوتية أو رؤوس نووية. لكن إضافة إلى ذلك، روسيا وقعت اتفاقيات مع 19 دولة إفريقية. روسيا تطمع بإنشاء قواعد لها في مجموعة من الدول العربية والإفريقية، حتى موزمبيق وأفريقيا الوسطى. حركة تتبع الطائرات من قبل الشركات الخاصة بذلك كشفت بأن هناك حركة طائرات كانت تأتي من موسكو، تنزل في اللاذقية أو في مطار حميميم،
تذهب إلى مصر، منها من ذهب إلى السودان، منها من ذهب إلى أفريقيا الوسطى، منها من ذهب إلى ليبيا، وتم عمليات نقل طائرات ميج 29 وتم نقل الفاغنر. إذن أصبحت حجر زاوية. نعم. الآن هذه القاعدة تؤمن الخدمات تؤمن الخدمات للقوات الروسية فيما يتعلق بالبحر المتوسط. طيب. والتقرير أشار بأنها الخاسرة الجنوبية لأوروبا، وأنا أضيف أنها الخاسرة الرخوة الجنوبية لأوروبا، وهي الأخطر من ذلك، هي بوابة إفريقيا الشمالية. نعم. إذا هذه قاعدة متوسطة، هذه قاعدة متوسطة. ما معنى متوسطة؟ ما هو المعنى الذي تشير له لواء فايز من خلال وصف متوسطة، متوسطة القدرات؟ هذه الآن عندما تتحرك الطائرات من موسكو لن تكون في رحلة مباشرة إلى وسط إلى أفريقيا الوسطى أو إلى السودان. تقوم بالهبوط في قاعدة حميميم، تتزود بالوقود، إذا بحاجة لأعمال صيانة أو بحاجة لنقل قوات فاغنر أو غير ذلك، فهذه أصبحت مركز متوسط ما بين موسكو وما بين إفريقيا. طيب. يضاف إلى ذلك، هذا يعيدنا إلى العقيد في عجالة، هذا يعيدنا إلى العقيد القتالية التي وضعت للجيش الروسي عام 2012 وتم تطويرها في عام 2014. هي ما يطلق عليها الاستراتيجية الدفاعية، لكن الجديد في الاستراتيجية الدفاعية الروسية أنها تحوي في طياتها القيام بعمليات تعرضية، عمليات هجوم، من سواء هجوم وقائي أو هجوم محدود في أثناء وهذا ربما لواء فايز ما أشار إليه هي تقرير المونيتور، باعتبار أن هذه الطريقة أو هذه الاستراتيجية الروسية هي الطريقة الفعالة لكبح جماح الناتو. أستاذ سامر، بالانتقال لك، ما هي الرسالة تحديدا ربما السياسية التي تتجاوز مسألة القدرات العسكرية التي وضحها بالتفصيل ضيفي اللواء فايز، التي تود روسيا إرسالها إلى الناتو وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل محدد؟ بداية لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين، واضح تماما أن الجانب الروسي منذ تدخله الدبلوماسي لدعم النظام السوري منذ عام 2011 وحتى الآن كان يريد يسعى إلى أهداف أكبر بكثير من يعني تحقيق مكاسب فورية أو مكاسب لعدة سنوات في هذه المنطقة، كان يسعى إلى وجود عسكري طويل الأمد في سوريا، وهذا ما أثبتته التوسيعات الكثيرة التي قام بها لقاعدة حميمين. يعني إضافة إلى كل ما ذكر سيادة اللواء في هذا الموضوع، أعتقد بأن أهمية قاعدة حميمين أيضا تنبع من أن منطقة شرق المتوسط هي منطقة لثروات النفط والغاز في المستقبل، وروسيا تريد أن تكون قريبة من هذه المنطقة. روسيا تريد أيضا التغطية على ملء الفراغ الأمريكي بعد قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من هذه المنطقة والتفرغ لصراعها طويل الأمد مع الصين من أجل احتواء الصين وعدم تمكينها من التقدم يعني نحو المراكز الأولى في العالم، وهي لذلك بدأت بالتركيز على جنوب شرق آسيا والانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، ولهذا ترغب روسيا في ملء هذا الفراغ. أخيرا يعني منطقة جنوب المتوسط هي منطقة مهمة من أجل روسيا لتوسيع نفوذها في هذه المنطقة، نظرا لأن الناتو اقترب كثيرا من حدود روسيا الجنوبية والغربية بشكل كبير، وكما أشار التقرير فإن هناك معركة محتدمة الآن من أجل تسعى روسيا من خلالها إلى إجبار الناتو على التراجع إلى الحدود التي كان موجودا فيها في عام 1997، أي التراجع عن أربع توسعات جديدة للناتو ومنعه من أن يكون له قواعد في البلدان في الدول الاتحاد السوفيتي السابق.
الرسالة السياسية هي أن روسيا باتت أقوى وأن على الولايات المتحدة الأمريكية والناتو تقاسم النفوذ مع روسيا والأخذ بعين الاعتبار بأننا نملك قوى جديدة عسكريا إضافة إلى توسيع نفوذنا السياسي في دول العالم. أؤكد على أن قاعدة حميميم بهذه التوسعات تريد أن تقوم بدور مهم جدا في افريقيا وان تكون حلقه وصل وهذا ما اشار اليه روسيا وافريقيا. نعم. اذا اضفنا الى ذلك ان روسيا ايضا وقعت عقدا مع السودان من اجل بناء قاعده بحريه في بورت السودان وبدات بنشر قوات من مرتزقه فاغنر في مالي وفي عدد من البلدان الافريقيه. صحيح. وهي تسعى إلى هذا تنفيذ الحلم الذي كان يراود السوفيت منذ الستينات بالتوسع في القارة الإفريقية باعتبارها قارة الإمكانات. لواء فايز، كل هذه الأحلام التي يحاول بوتين استنهاضها عبر سوريا، كيف يستقبلها الناتو؟ كيف سينظر لها الناتو والولايات المتحدة الأمريكية؟ هل سيسمحون بمزيد من التبندد العسكري أو تعزيز العتاد العسكري الروسي في سوريا؟ يعني أولا دعينا نشير أن الملفات الساخنة بالنسبة لأمريكا، أولا الملف الصيني والتخوف بأن يكون هناك اجتياح عسكري إلى تايوان، ولهذا السبب نجد الاتفاقية التي عقدت ما بين أستراليا بريطانيا وأمريكا فيما يتعلق بالغواصات التي تسير بالطاقة النووية وإلغاء التعاقد مع فرنسا لأنها كانت تسير بالديزل. هذه نقطة رقم واحد. الآن انفتحت جبهة أخرى وهي دونباس شرق أوكرانيا. لا. وما يجري الآن من تصعيد وإن كان سياسيا وتستخدم الورقة العسكرية لتحقيق الأهداف السياسية. الآن بناء القوة والمناورات وما شابه ذلك، أنا لا أستطيع أن أنفي احتمالية حدوث قتال في شرق أوكرانيا أو غير ذلك، ولكن تبقى إمكانياتهم متدنية لكنها توظف لتحقيق أهداف سياسية. الدور الذي يمكن أن تلعبه، عفوا قبل أن ننتقل إلى الفكرة التي تريد أن تتحدث عنها، قاعدة حميمين في هذا الإطار في حال حدوث مواجهة عسكرية، ما هو الدور الذي يمكن أن تستند إليه روسيا فيها؟ يعني دعينا نكون واقعيين، احتمالية حدوث قتال أو اشتباك ما بين روسيا والناتو أو ما بين روسيا وأمريكا متدنية جدا جدا جدا. لكن هذه هي قدرات عسكرية توظف لتحقيق أهداف سياسية. يعني أنا لا أستطيع أن أنفي بالمطلق حدوث قتال، لكن نحن نتحدث عن دول ذات قدرة نووية تستطيع تدمير الحياة على الكرة الأرضية 7 مرات، سواء كانت أمريكا أو روسيا، والآن الصين دخلت على الخط. وبالتالي عملية حدوث اقتتال أو قتال ما بين هذه الدول ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل، إنما توظف القوة العسكرية، توظف القوة العسكرية كتلويح باستخدام القوة من أجل تحقيق أهداف سياسية. الآن قاعدة حميميم أولا هي من أجل توسيع موطئ القدم في المياه الدافئة، هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، هي مركز نقل متوسط يقود إلى عمق القارة السوداء، وبالتالي أنا أشرت هناك طموحات ببناء قواعد في السودان، في مصر، في موزمبيق، في إفريقيا الوسطى، في مالي، هذه كلها دول مرشحة أن تصلها روسيا، وبالتالي تحتاج إلى مركز متوسط. الآن وجود هذه الطائرات أو عدم وجودها، يعني الآن عندما نتحدث عن طائرتين قادرات على حمل القنابل، القنابل الآن هناك صواريخ ما يسمى الفرد صوتي، فرد صوتي تحمل رؤوس نووية تصل واشنطن خلال 12 دقيقة. طيب.
وبالتالي يعني في الميزان العسكري يجب أن لا أحمل قاعدة حميميم أكثر مما تحتمل. وهذا ما كنت سأشير إليه لواء فايز، يعني مسألة حتى هذه المسألة فصل فيها التقرير أنه لا، ليس من الضرورة أن نبالغ بشأن قدرات قاعدة حميم بالنسبة للعتاد الروسي العسكري، خصوصا أن روسيا لا تمتلك عددا كافيا من السفن الحربية التي تعمل في المحيط. هذه من بين الأمور التي ذكرها التقرير. لكن لواء فايز اسمح لي بالانتقال إلى أستاذ سامر بسؤال الأخير. أستاذ سامر، هل اليوم قاعدة حميميم بهذا التواجد العسكري الروسي تعتبر أحد الأدوات المهمة التي ترتكز عليها روسيا في إثبات أنها اليوم أحد الأقطاب الدولية التي تفرض وتلعب أيضا في ميزان القوى الدولية؟ يعني هي واحدة من أدوات روسيا، ومن يعني من أدوات روسيا للقول بأنها عادت بقوة إلى الحياة الدولية وأنها قطب عالمي جديد. لكن بطبيعة الحال هناك أيضا كثير من الأدوات التي تستخدمها روسيا في هذا الإطار، والتي تعد ربما أهم بكثير من قاعدة حميميم. لكن أهمية قاعدة حميميم هي التوسع الروسي في منطقة أفريقيا ورغبة روسيا في العودة إلى هذه المنطقة بشكل أساسي، أيضا ملء الفراغ الذي يمكن أن يتسبب به الانسحاب الأمريكي الكامل من هذه المنطقة، وأن تكون قريبة من أماكن النفط والغاز المكتشفة في شرق المتوسط في الفترة القريبة المقبلة. هذه نقطة أساسية. عودة روسيا للسياسة الدولية يعني ربما برهنت عليها روسيا بأكثر من ساحة وفي أكثر من مجال. قصة الضغط الأقصى الذي تمارسه حاليا في أوكرانيا من أجل إجبار الناتو على التراجع إلى حدوده التي كانت قبل توسعه في عام 1994 و1997. لكن طبيعي قاعدة حميميم هي أداة مهمة من أدوات السياسة الخارجية الروسية للقول بأن روسيا باتت تتوسع وتشكل رقما صعبا تنتشر في العالم. نعم لواء فايز، لا أريد أن أنهي المحور قبل هذه النقطة، الإشارة إلى مسألة ردة الفعل الإسرائيلية. يعني إسرائيل تقصف على مسافة قريبة جدا من قاعدة حميميم، إلى أي درجة يمكن أن تبقى روسيا متحلية بالصمت إزاء هذا القصف الإسرائيلي المتكرر، خصوصا أن هذا الصمت يضر بسمعتها العسكرية وبهيبتها أيضا التي تحاول تثبيتها وتكريسها؟ يعني بس اسمحي لي في مقاربة في 20 ثانية بعدين أجيبك. طيب. يعني الآن كثير من المسؤولين الأمريكيين وصفوا روسيا بأنها فولتا العليا النووية، أي بمعنى آخر من هي فولتا العليا؟ هي بوركينا فاسو، وبالتالي يعني لا تعطى روسيا تلك النظرة على أنها دولة عظمى رغم قدراتها العسكرية. التحدي الأخطر لأمريكا هو الصين والنمو الاقتصادي. هذه النقطة رقم واحد. الآن أجيبك على سؤالك. قبل تقريبا ثلاث سنوات اجتمع مدراء أو رؤساء مجالس الأمن القومي الأمريكي الروسي الإسرائيلي في تل أبيب، وكلا الثلاثة أجمعوا على أهمية الأمن القومي الإسرائيلي. لم يكن هناك خلاف ما بين موقف الممثل الأمريكي والممثل الروسي. يضاف إلى ذلك أن إسرائيل عندما تنفذ ضرباتها تكون قد أبلغت روسيا بالضربة قبل وقت معين. هذا الوقت كان 3 دقائق قبل إسقاط الطائرة الروسية، وبعديها أصبح 10 دقائق. إذن روسيا ما تعرف عن هذه الضربات، وروسيا تستخدم هذا القصف الإسرائيلي في تقليم الأظافر الإيرانية في الداخل السوري، لأن المصالح الاستراتيجية الروسية الإيرانية متعارضة في سوريا. نعم اللواء فايز دويري، شكرا لك. على أي حال ستبقى معنا في المحور الثاني. أشكر أيضا ضيفي الكاتب والباحث المختص في الشأن الروسي أستاذ سامر الياس، كان معنا من موسكو. سوريا اليوم مستمر لكن بعد فاصل قصير.